بدي اضيف استاذ نزار انه احنا في الكتاب المقدس بنشوف الثلاثه اقانيم في كثير اماكن وخاصه في العهد الجديد. يعني يمكن في العهد القديم ما بنشوف الثلاثه في نفس المقطع او في نفس الايه، مثلا في بعض الايات زي اشعياء 48:16 لما بقول الله هنا يتكلم بقول لم اتكلم من البدء في الخفاء، بعدين بقول منذ وجوده انا هناك. فهنا الرب اللي كان بيتكلم في الايه 12 بقول انا هو انا الاول والاخر، بقول انا موجود مع احد اخر منذ وجوده انا هناك، والان في وقت معين السيد الرب ارسلني وروحه. فمنشوف هنا ثلاثه اقانيم موجوده. منشوف في ايات ثانيه ممكن ما تكون فيها كل ثلاثه اقانيم لكن على الاقل اقنومين، زي مثلا في تكوين 19 لما بيقول انه امطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا من عند الرب من السماء. فالآية هون يعني لما تفكر فيها ما إلها أي معنى، بالعكس إذا كان الله واحد وحادي، لكن هون الآية بتقول أمطر الرب من عند الرب من السماء. طب هو في ربين؟ لا، هناك رب واحد، هناك رب واحد. هل في إلهين؟ لا، إله واحد، لكن الإبن هو الرب، الآب هو الرب، الروح القدس هو الرب، ليس ثلاثة أرباب لكن رب واحد. أيضا في الأنبياء الصغار، أول أخبار الأنبياء الصغار هوشع لما بقول أدعو اسمها لورحامة في العدد الإصحاح الأول عدد 6، لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضا بل أنزعهم نزعا، وأما بيت يهوذا فأخلص أرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم. يعني الله بيقول أنا سأخلصهم بالرب إلههم. ففي كثير شواهد في العهد القديم بتبين أنه الله مش واحد وحادي. ظهورات ملاك الرب، لما ملاك الرب في تكوين 16 بتكلم مع راحيل، مع هاجر آسف، من هو ملاك الرب؟ لما تكلم مع إبراهيم، لما تكلم مع موسى في خروج 3، كل هاي لما تكلم في قضاء الإصحاح السادس حديث رائع ببين أنه ملاك الرب أيضا هو الله. وكلمة ملاك طبعا زي ما بنعرف هي معناها رسول، لكن منشوف الثالوث بشكل أوضح استيش نزار في العهد الجديد بلا شك. نعم. في نور العهد الجديد احنا الان الله اعلن عن نفسه مش في الانبياء، مش بانواع وطرق كثيره، لكن كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه. فبنشوف مثلا في مشهد الحبل مع القديسه المطوبه مريم، انه لما بقول الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تضللك، ولذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فهنا قوه العلي الروح القدس والقدوس المولود اللي هو ابن الله اي ثالوث. لما نشوف مشهد المعموديه، ذكرت المعموديه ما لها اي تفسير، الابن موجود في المي مع يوحنا المعمدان، جاء صوت من السماء قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي انا سررت به، بعدين الرب مكتوب انه شاف الروح القدس نازل عليه مثل الحمامه. فهم ليسوا نفس الشخص، هم ثلاثه اقانيم موجوده بشكل واضح في المعمودية. الرب يسوع نفسه كمان تيس نزار مثلا في يوحنا 14:16 بقول أنا أطلب من الآب، أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. هل هو نفس الشخص؟ لا، يعني يطلب من نفسه؟ لا، مكتوب يطلب من الآب بعدين يبعث لكم معزي آخر. وهون أيضا بنشوف كلمة أو منشوف الثلاثة أقانيم. وحلوة كلمة آخر هون استيس نزار، لأنه في اليوناني كلمة آخر هون ألوس، وهنا معناها آخر من نفس النوع. مثلا في غلاطية 1 استخدم الرسول بولس كلمتين آخر مرات تسبب تشويش عند البعض، لما بقول أنه أنتم تنتقلون عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر. هو آخر ولا مش آخر؟ أهو لا، إنجيل آخر هون كلمة آخر هيتيروس اللي هي معروفة هيترو يعني مختلف. فهون بقول أنتوا دعيتوا إلى إنجيل مختلف تماما غير الإنجيل اللي احنا بشرناكم فيه. بعدين بقول ليس هو آخر، يعني ليس هو مختلف من نفس النوع، لا، لكن إنجيل مختلف تماما. الرب يسوع لما قالهم أنا الآب حيبعث لكم معزي آخر استخدم كلمة ألوس واللي هي معزي لكن من نفس النوع. ففي كثير آيات تتكلم عن الثالوث، متى 28:19 صح انه عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. ايضا في بدايه اعمال الرسل لما يقول لهم انه انتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني،
فهون بيتكلم ايضا عن الثالوث، المسيح بيتكلم عن الاب وانه سيرسل الروح القدس، فالثلاثه اقانيم موجوده وبلا شك موجوده في العهد الجديد بشكل واضح جدا جدا. وطبعا في كمان البركه الرسوليه، نعمه ربنا يسوع ومحبة الآب وشركة الروح. يعني في إشارات كثيرة، يعني أنت لما بتقرأ في صفحات العهد الجديد بتشوف مثلا مرات بيذكر الآب، مرات الابن، مرات الروح، ولكن بتشوف نفس الأعمال، نفس الصفات، نفس الجوهر. مثلا في أفسس 1 احنا عرضنا الآية إنه الله باركنا، الآب باركنا بكل بركة روحية في السماويات واختارنا في المسيح. بتشوف على طول في أي 7 في أفسس الذي فيه لنا الفداء، يعني الابن الرب يسوع هو اللي أنجز عمل الفداء. وبعدين بتشوف الروح القدس في أي 14 الختم الروح القدس، يعني السيل خلاص الملكية إنه إحنا فعلا عربون إنه صرنا أولاد الله. فبتشوف هون التالوت هو مشترك في خلاص الإنسان.